السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل في الميل جينيتال سيستم، وهنبدأ بحاجة اسمها الكلونال اكسبانشن بتاع السبرماتوجينيك سيلز. زي ما اتفقنا قلنا ان التايب اي دارك اللي هي كانت ريسيرف ستام سيل، كانت لما بتنقسم يا اما بتدينا اتنين تايب اي دارك زيها، يا اما بتدينا اتنين تايب اي بيل. والاتنين تايب اي بيل اتفقنا ان هما دايما بيبقوا ماسكين مع بعض بانترسيلولار بريدج او سيتوبلازمك بريدج، يعني هم ما بيحصلش كومبليت سيتوكاينيسيس، يعني السيتوبلازم ما بيتقسمش كومبليتلي، لا بيفضلوا ماسكين مع بعض، بيفضلوا ماسكين مع بعض لحد اخر مرحله في السبرماتوجينيسيس اللي هي حتى السبيرميوجينيسيس لحد ما يكون عندنا السبرم. وبعد ما يكون السبرم اتفقنا ان هم والسيتوبلازميك والريزيدوال بوديز مين اللي بياكلهم ومين اللي بيعمل لهم فاجوسيتوسيس؟ السيرتولي سيل. تمام، فزي ما انتم شايفين كده اللي بيحصل ايه، ان احنا بتتكون عندنا كلون مستعمره من السبرماتو سايتس، وبعد كده مستعمره من السبرماتيد والسبيرمز، وهو ده اللي بنقول عليه الكلونال اكسبانشن. ايه اللي خلى فيه كلونال اكسبانشن؟ ان زي دايما الاثنين تايب اي بيل بيبقوا ماسكين مع بعض بايه؟ بسيتوبلازميك بريدج. وعلشان كده لو جينا نشوف السبرماتو جينيك سيلز هنتلاقيها عامله اسوشيشنز، عامله جروبس، كل كلون تعتبر جروب، فالموضوع ما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش راندملي ديستريبيوتد، لا ده بتبقى فيه كلونز وفيه جروبز وفيه اسوشيشنز، كل اسوشيشن بيبقى مع بعضه، فالدنيا بتبقى منظمه جدا. تمام؟ طيب السيتوبلازميك بريدجز دي بتقلله السيتوبلازميك كونتينوتي، وبتسمح بان البروتينز والار ان ايه تتنقل من خليه للثانيه، ومش بس كده ده بتقلله سينكرونايزد ديفيجن ان هم هيتقسموا مع بعض ات ذا سيم تايم وهكذا. تمام؟ طيب فهو ده موضوع الكلونال اكسبانشن، وموضوع مش عارفه السيل اسوشيشنز او الجروبنج والكلام ده كله اللي هو موجود عندنا. تمام، طيب بعد كده تعال نشوف حاجه بقى. احنا اتفقنا من المره اللي فاتت ان السبرماتوجينيسيس عباره عن سبرماتوسايتوجينيسيس، ودي لحد ما نكون السبرماتيد. هنبدا بسبرماتوجونيا لحد ما نوصل للسبرماتيد، وقلنا ان بيحصل في الاول بروليفريشن عن طريق الميتوسيس، وبعد كده جروس ان السبرماتو البي سبرماتو سبرماتوجونيا تكبر وتدينا برايمري سبرماتوسايت، وماتيوريشن اللي هو الميوسيس فيرست ميوتيك ديفيجن سبرماتوسايت تديني سكندري سبرماتوسايت، وسكند ميوتيك ديفيجن سكندري سبرماتوسايت هتدينا سبرماتيد. تمام، طيب بعد كده قلنا ان المرحله الثانيه سبرميوجينيسيس، ودي السبرماتيد يتحول لسبرم، وقلنا ان دي ما فيهاش ديفيجن خالص، وجاست كل الحكايه مورفولوجيكال تشينجز او ريموديلنج في الشيب. تمام، طيب تعال نشوف السبرميوجينيسيس دي بقى بتحصل ازاي، او ازاي السبرماتيد بيتحور علشان يدينا سبرم. طبعا الموضوع بيتم في مراحل او في ستيجز. اول حاجه بنسميها جولجي، ومن اسمها جولجي ستيج، يعني كل التشينجز بتحصل في الجولجي. طب ازاي السبرماتيد؟ لو انتم فاكرين هو خليه بتبقى راوندد، وفي منه نوع بتبقى الخليه بتاعته الونجيتد. المهم ان هو بيبقى عنده نيوكلس بتبقى كوندنسد غامقه، والسيتوبلازم بيبقى مليان ميتوكوندريا وجولجي، وبيبقى فيه كمان تو سنتريول زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. تمام، طيب اللي هيحصل ايه؟ الفيس اسمه جولجي، يبقى كل اللي تشينجز هنا معظمها هتبقى في الجولجي. الجولجي هيعمل ايه؟ الجولجي هيعمل سكريتوري جرانيولز، او هيعمل جرانيولز. الجرانيولز دي بتبقى بي اس بوزيتيف لانها جلايكوبروتين. الجرانيولز ديت هتبتدي تمسك مع بعض وتعمل لنا ايه؟ الجولجي جرانيولز دي هتمسك مع بعض وتعمل جرانيول كبيره تبقى سراوندد بممبرين، وتبقى اسمها جولجي فيزيكال. حلو كده؟ طيب الجولجي فيزيكال دي دايما هتبقى موجوده انتيريور. طيب وبعد كده التو سنتريولز دول هيتجهوا يحددوا لنا البوستيريور بول بتاع السبرم، والديستال وان فيهم اللي هو ناحيه السيل ممبرين هيبتدي يلونجيت ويطلع منه المايكروتيبيولز اللي هم هتعمل لنا مين؟ هتعمل لنا الاكزونيم او الشافت بتاع الفلاجيلم، اللي هو لو انتم فاكرين كان بيبقى فيه 20 مايكروتيبيول، بيبقى ارنجد ازاي؟ 9 بريفرال دوبلتس ثنائيات واثنين سنجلتس في النص. تمام؟ طيب ده بالنسبه للجولجي فيس، وكل الحكايه كلها تشينجز في الجولجي والسنتريولز. طيب تعال نخش في الفيز اللي بعد كده اللي اسمه كاب. طيب فاكرين الجولجي فيزيكال؟ الجولجي فيزيكال دي هنسميها اكروزومال فيزيكال. الاكروزومال فيزيكال دي قلنا موجوده انتيريورلي، وبالتالي هتبتدي تعمل ايه؟ هتعمل زي كاب كده وتغطي الانتيريور هاف بتاع النيوكلس. وفي ناس بتقول الانتيريور تو سيرس، مش هتفرق، المهم انها هتغطي النص الامامي بتاع مين؟ بتاع النيوكلس.
حلو، لان الاكروزومال فيزيكال دي هي اللي هتعمل لنا اكروزومال كام، اللي هو والاكروزوم دوت اساسا هو بيبقى حاجه زي اللايزوزوم كده، بيبقى فيه دايجستيف انزيمز زي الهيالورونيز وبروتيز زي الاكروزين وهكذا، كل وظيفتها ايه اللي هي الدايجستيف انزيمز اللي موجوده في الاكروزوم دي، ان هي بعد كده اثناء الفيرتلايزيشن هي اللي هتساعد ان يحصل دايجستيشن لمين؟ للكورونا رادياتا والزونا بيلوسيدا اللي حوالين مين؟ اللي حوالين الاوفم اوكي، او الاوسايت علشان يحصل الفيرتلايزيشن اوكي. طيب يبقى ده اول حاجه، الاكروزوم الفيزيكال هتسبريد وهتغطي الانتيريور هاف، فزي ما يكون النيوكليس لبس يعني لبست كاب او طاقيه، فهنسمي فده الاكروزوم الكاب خلاص، فجيب من هنا اسم الفيس دوت اللي هو الكاب فيس تمام. طيب ناخد بالنا بقى من حاجه، ان دي انزيمز اللي موجوده هنا في الكاب دايجستيف، فطبعا لازم النيوكليس تاخد احتياطها علشان ما يحصلهاش دايجنشن. فاللي بيحصل ايه؟ ان النيوكلير انفلوب تحت النيوكليس بيبقى سيكند، وانتوا عارفين من سنه اولى ان كان بيبقى فيه نيوكلير بورز اللي هي كانت مسؤوله عن الاكسشينج ما بين النيوكليس والسيتوبلازم، هتبتدي تختفي في المكان دوت اللي هو بيبقى كفرد بالاكروزومال كاب. تمام كده يا شباب. طيب تعالوا بعد كده نخش في الفيس بتاع الفيس اللي بعد كده اللي اسمه اكروزومال فيس. الاكروزومال فيس بقى ده بيحصل فيه كل التشنجز تقريبا وكل الموديفيكيشن اللي هيبتدي يحول لنا السبرماتيد لسبرم. ازاي بيحصل تشنجز في كل حاجه؟ قال لك اول حاجه النيوكليس هتبقى اولونجيتد ومور كوندنسد. طب ده بيحصل ازاي؟ قال لك ان في حاجه كده سيتوبلازمك مايكروتوبولز بتبتدي تلزق هنا في البوستيريور بول بتاع الاكروزومال كاب، الطاقيه اللي كانت مغطيه الانتيريور تو سيرز بتوع النيوكليس دي سيتوبلازمك مايكروتوبولز هتلزق هنا في البوستيريور بول بتاع الاكروزومال كاب، وهتبتدي ايه تشد بوستيريورلي. طب المايكروتوبولز دي بيسموها ايه؟ بيسموها مانشيت. المنشيت دي هتبتدي تنمو كده وتلونجيت بوستيريورلي، وتشد في مين؟ تشد في النيوكليس والاكروزومال كاب اللي هو عليها، فتقوم ايه تطولها. حلو. طيب ده اللي بيحصل في النيوكليس. طب هيحصل ايه تاني؟ فاكرين التو سنتريولز؟ اتفقنا ان الديستال وان هو اللي هيعمل لنا ده مين؟ هيعمل لنا الفلاجيلم او الاكسونين بتاع الفلاجيلم. طب البروكسيمال وان بقى اللي هو قريب من النيوكليس، قال لك دوت هيجي هنا هيدخل في جروف كده في النيوكلير انفلوب، وهيبتدي يعمل لنا حاجه اسمها الكونكتنج بيس او النك. خلاص هيطلع منه مايكروتوبولز تعمل لنا الكونكتنج بيس او النك بتاعت مين؟ بتاعت السبرم. ومش بس كده، ده قال لك من النك دي هيطلع زي 9 كورس فايبرز هيسراوند مين؟ هتسراوند الاكزونيم. يبقى ناخد بالنا ان دلوقتي الاكزونيم بقى سراوندد بايه؟ ب 9 كورس فايبرز، وال 9 كورس فايبرز دول هيستمروا معانا لحد البرنسبال بيس بتاعت التيل. خلاص كده. طيب طب بعد كده يحصل ايه تاني؟ فاكرين الميتوكوندريا الكتير اللي قلنا عليها هتبتدي تتجمع كده حوالين الاكزونيم والناين كورس فايبرز اللي قلنا طالعين من النك او من الكونكتنج بيس، وهتبتدي تعمل لنا شيس. الشيس ديت اسمها ميتوكوندريا شيس، والميتوكوندريا شيس دي هي اللي بتحدد لنا الميدل بيس بتاعت التيل بتاع السبيرم. ازاي؟ قال لك ان هي بتنتهي الميتوكوندريا شيس دي عند حته هنا بتبقى ضيقه بنسميها الانولس. يبقى الانولس دي بتفصل الميدل بيس عن البرنسبال بيس بتاعت مين؟ بتاعت التيل. تمام. كل دي تشينجز بتحصل هنا. طيب انتوا عارفين السبرم يعني طبعا في نسبه بتبقى ابنورمال وبتبقى اموتايل، بس طبيعي ان هو يبقى موتايل عن طريق الفلاجيلم اللي هي موجوده عنده. طب انتوا الفلاجيلم دي على فكره هي زي السيليا بالظبط، فكان السيليا كانت بتتحرك ازاي؟ كانت بتتحرك عن طريق الداينين ارمز اللي هي كان موتور بروتين بيكسر اي تي بي علشان يديها انرجي وتبتدي تتحرك ويحصل سلايدنج المايكروتوبولز على بعض ومش عارف ايه وكلام كده كنا بناخده في سنه اولى، فتقوم يحصل الموشن. تمام. فبرضه نفس الكلام بيحصل هنا، ان برضه الحركه بتبقى عن طريق الداينين ارمز اوكي. وبالتالي لو الداينين ارمز دي اتضربت نتيجه مثلا لكونجينيتال ديزيز زي الاموتايل سيليا سيندروم، يبقى احنا هنتوقع ان الفلاجيلم هي كمان هتضرب، والميل دوت هيبقى ايه؟ انفرتايل، لان هيبقى عنده السبيرمز اموتايل. ودي فعلا هي سيندروم اسمها اموتايل سيليا سيندروم او كارتاجنر سيندروم، فعلا بيبقى فيها السبيرمز اموتايل، والسيليا كمان اللي انتوا فاكرين كانت في الريسبيراتوري تراكت بتبقى اموتايل. عشان كده العيانين دول لو هو ميل هيبقى عنده كرونيك ريسبيراتوري انفكشن ومعاها ايه؟ ومعاها انفرتيلتي. تمام. طيب
بعد كده عايزين بسرعة تاني نراجع أخيرا بقى آخر فيز بقى الماتوريشن، كل السيتوبلازم الزيادة هيبتدي يتجمع كده على جنب، وعملنا حاجة اسمها ريزيدوال بودي، والريزيدوال بودي ده اتفقنا مين اللي بتاكله وتعمل له فاجوسايتوسيس؟ السيرتولي سيل. تمام، عشان كده السيرتولي سيل من الفيتشرز بتاعتها ان هيبقى عندها لايزوزوم. اوكي طيب تعالوا تاني، يبقى اول حاجه عندنا الجولجي فيس، والجولجي فيس تشينجز في الجولجي، ايه اللي بيحصل في الجولجي؟ ان بيطلع منه بي اس جرانيولز بتمسك مع بعض وتعمل لنا جرانيول كبيره سراوندد بالمبرين، وتعمل لنا فيزيكل اسمها الاكروزومال ايه؟ الاكروزومال فيزيكل. هنخش بعد كده ما ننساش ان التو سنتريولز هيحددوا لنا البوستيريور بول، والديستال وان هو اللي هيعمل مين؟ هو اللي هيعمل الاكزونيم بتاع الفلاجيلم، والبروكسيمال وان هو اللي هيعمل كونكتنج ايه؟ الكونكتنج بيس او النك. تمام؟ طيب بعد كده الكاب فيز، يعني هو اسمه كاب، طب مين اللي هيعمل كاب؟ ومين اللي هيلبس الكاب؟ النيوكليس هي اللي هتلبس الكاب، والكاب ده معمول من الاكروزومال فيزيكال اللي هتسبريد وتغطي الانتيريور تو سيرز او الانتيريور هاف بتاع الكوندنسد نيوكليس. وما ننساش ان الكاب دوت يعني مش كاب بيحمي من الشمس وكده، لا ده كاب مليان دايجستيف وبروتيوليتيك انزيمز، فلازم النيوكليس تحمي نفسها، فعشان كده النيوكلير انفلوب تحت الكاب دوت بيبقى سكند وما فيهوش بورز، بيفقد الفتحات اللي هي كانت اسمها نيوكلير بور كومبلكس. تمام طيب تعال نشوف بعد كده الاكروزومال فيس، وده اللي بيحصل فيه كل التشنجز تقريبا. النيوكلس هتبقى اولينجيتد، وده عن طريق المنشات اللي هي سيتوبلازمك مايكروتيوبولز، هتمسك عندنا هنا في البوستيريور بول بتاع الاكروزومال كاب وتبتدي تشد لورا. تمام طيب يعني هي تتجه ناحيه البوستيريور بول. طيب اتفقنا ان البروكسيمال سنتريول هيقعد هنا في جروف موجود في النيوكلس، وهيبتدي يعمل لنا مين؟ يعمل لنا النك او الكونكتنج بيس، ومش بس كده ده هيطلع منه 9 كورس فايبرز اللي هم هتسراوند مين؟ الاكزونين. طيب والميتوكوندريا هتبتدي تتجمع عشان تعمل لنا الميتوكوندريال شيس اللي هي حوالين ال 9 كورس فايبرز من بره، اللي هي طبعا هتحدد لنا الميدل بيس اللي هتنتهي عند مين؟ عند الانولس اللي هي الرينج الضيقه اللي بتبقى موجوده هنا. طيب ويبقى بالتالي هنا خدوا بالكم في الميدل بيس عندك في النص في اكزونين حواليه 9 كورس فايبرز، وبعد كده ميتوكوندريال شيس، وكل ده متغطي بمين؟ بالسيل ممبرين. اوكي طيب تعالوا نشوف ده السبرم الكامل بتاعنا بقى. سوري، بعد كده عندنا اخر فيز بقى اللي هو الماتوريشن، وده حاجه هبله قوي. السيتوبلازم الزياده هيتجمع في شكل ريزيدوال بودي، ومين اللي هتاكله؟ السيرتولي سيل. تعالوا نشوف ده السبرم بتاعنا اللي هو الكومبليت سبرم، بيبقى عباره عن هيد ونك وكل ده تيل. التيل بقى بيتقسم لثلاث اجزاء، ميدل بيس وبرنسبال بيس واند بيس. الميدل بيس لو خدنا فيها تي اس هنتلاقي في النص موجود مين؟ موجود الاكزونيم اللي هو الناين بريفرال دوبلتس في مايكروتوبيول والتو سنترال سنجلس، وحواليه فاكرين مين؟ الناين كورس فايبرز اللي كانوا طالعين من الكونكتنج بيس، وحواليه اخيرا مين؟ دي الميتوكوندريا، وكل ده سراوندد من بره بمين؟ بالسيل ميمبرين. طب تعالوا هنا بقى، اتفقنا ان الميتوكوندريا الشيس بتنتهي هنا عند مين؟ عند الانلوس. يبقى اذا البرنسبال بيس هنشوف فيها ايه؟ هنشوف الاكزونيم وحواليه الكورس فايبرز او فايبر الشيس، وبعد كده مين؟ السيل ميمبرين. طب التيل بقى، سوري الاند بيس اوف ذا تيل، دي مش هتشوف فيها غير بس الاكزونيم وحواليه مين؟ وحواليه السيل ميمبرين. ناخد بالنا من الكلام ده عشان امسكه. اوكي طيب انا بقى ما بحفظش الهيد طولها كام ولا مش عارفه ايه طوله كام، ما بحفظش ارقام. اوكي انتوا عايزين تحفظوا احفظوا، مفيش مشكله خالص. يبقى ده السبرماتوجينيسيس اللي هي سبرماتوسايتوجينيسيس وسبرميوجينيسيس، وباكد تاني ان السبرميوجينيسيس ما بيتمش فيها اي ديفيجن، جاست كلها مورفولوجيكال تشينجز او ريموديلنج في الشيب، بيتحوروا بس خلاص. طيب بعد كده عايزه بس اقول لكم ان اثناء كل السبرميوجينسيس دي السبرم بيبقى لازق في مين؟ لازق في السيرتولي سيل، زي ما انتم شايفين اهو، ده سيتوبلازم بتاع السيرتولي سيل، وده الهيد بتاع السبرم، بتبقى لازقه دايما كده في السيرتولي سيل بجانكشن. تمام بيسموها حتى سيرتولي تو سبرم جانكشن. تمام طيب طبعا هو لازق ليه في السيرتولي؟ علشان السيرتولي بتفرز له
فلويد بيبقى ريتش ان فركتوز، والفركتوز ده بيساعد في النيوتريشن وبيساعد في الديفرنشيشن. السيرتولي سيل كمان لو انتوا فاكرين بتفرز حاجه اسمها اندروجين بايندنج بروتين، اللي هو بيكونسنتريت بيمسك مع التستوستيرون والكونسنتريت ات في السيمينيفراس تيبيول علشان يساعد على السبرماتوجينيسيس. السيرتولي سيل بتعمل له سبورت، السيرتولي سيل بتساعد في اخر ستيج اللي هي الماتوريشن عن طريق ان هي تعمل فاجوسايتوسيس للريزيدوال بوديز والسيتوبلازميك بريدجز، فهو كان لازم يبقى لازق فيها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. تمام، ده احنا تقريبا قلناه خلاص. طبعا انتوا عارفين السبرماتوجينسيس بتتاثر بفاكتورز كتيره من ضمنها التمبريتشر، وعشان كده سبحان الله التستس بتبقى بتديسند من الابدومن او من بوستيريور وول اوف ذا ابدومن للسكروتوم علشان تقلل درجه الحراره. طبعا الهرمونال افكت مهم جدا، الاف اس اتش هو اللي بيبداها اثناء البيوبرتي من البيتويتري، وعندنا التستوستيرون بيساعد طبعا والال اتش كمان بيساعد، والنيوتريشنال فاكتورز والكيموثيرابي والالكول كل دي فاكتورز بتاثر، والراديشن. اوكي، المتلسيلا سندروم قلناها، الاندسنتد تيستس مشكله ليه؟ علشان درجه الحراره هتفضل طبعا درجه حراره التيستس زي الكور بادي تمبريتشر، وده طبعا هياثر على السبرماتوجينيسيس، السبرمز مش هتتكون، فالميل ده هيبقى ايه؟ انفرتايل لو ما حصلهاش سيرجيكال كوريكشن بسرعه. طب هل الهرمونات هتتاثر لو هي فضلت انتسندد؟ لا، الهرمونات ما بتتاثرش، هي بتسكريت هرمونز عادي جدا، بس كل اللي بيتاثر السبرماتوجينيسيس ان مفيش سبرم. فعشان كده حتى الميل اللي بيبقى عنده انتسندد تيستس لو ما اتعملوش كوريكشن بدري في خلال اول سنتين هو عادي جدا بيديفلوب السكندري سيكشوال كاركترز بتاعت الميل، ولكن بيبقى انفرتايل. اوكي، طيب تعال نشوف السيرتولي سيل. السيرتولي سيل يعني تقريبا انتوا دلوقتي عرفتوها، دي السيرتولي سيل قلنا هي ترو اوبسيديوم، هي نون ديفايدنج او نون ريبليكيتنج سيل، هي شكلها زي ما انتوا شايفين بيراميدال. شايفين الـ لو فاكرين في العملي ما كناش بنقدر نحدد يعني الاوتلاينز بتاعتها، لان هي بيبقى لها ايريجولار واند ديستنكت بوردرز. خلاص، بتبقى ريجولر ليه؟ لان زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه بوكتس وفيه بروسيسز بتحتوي السبرماتوجينيك سيلز زي ما انتم شايفين كده. تمام يا شباب، طيب فهي بيراميدال ليها ايريجولر اندستنكت سيل باوندرز، ونفتكر ده من العملي ما كانتش واضحه خالص وكنا بنحددها بصعوبه جدا. النيوكلس بتاعتها مميزه جدا، بتبقى عندها برومننت نيوكلولس، وساعات النيوكلولس ديت بتبقى فيه زي تو دي ان اي بارتكلز على جانبيه كده، فحتى بيسموها كاريزوم او ترايبارتيت ستراكشر بيبقى موجود فيها. النيوكلس بتبقى اندنتد، بتبقى ريجولار، بتاخد اشكال كتيره قوي، يعني ساعات بتبقى ليها فاريبل شيبس. ليها ميني زي ما انتم شايفين كده، ان هي السيرتولي بتبقى ماسكه مع السيرتولي الثانيه بتو تايبس اوف جونكشن، بتبقى ماسكه بتايت جونكشن ودي لها وظيفه، وبتبقى ماسكه برضو بجاب جونكشن. الجاب جونكشن بتقلله الكوميونيكيشن زي ما انتم عارفين. طب التايت جونكشن دي وبتبقى سبيشالايز تايت جونكشن، ومش هنقول هي عباره عن ايه، بتبقى مهمه جدا علشان دي هي اللي بتعمل لنا البلاد تيست بارير. البلاد تيست بارير دوت له وظائف كتيره قوي. هو اولا بيقسم لي السيمينيفراس تيبيول لتو كومبارتمنت، الكومبارتمنت اللي تحت ده اللي بيبقى فيه سبرماتوجونيا والايرلي سبرماتوسايتس، ده بنسميه اللي هو الايه؟ البيزال كومبارتمنت. طيب وفوق الجنكشن بيبقى فيه كومبارتمنت تاني، بيبقى فيه البرايمري سبرماتوسايت اللي هي بقى الليت برايمري سبرماتوسايت والسكندري سبرماتوسايت والسبرماتيد والسبرمز، ده طبعا بنسميه الادليومينال او اليومينال كومبارتمنت. تمام؟ طيب لو انتوا فاكرين كل السبرماتوجونيا هنا والبرايمري سبرماتوسايت دول كان عدد الكروموزوم 46 زي معظم الخلايا بتاعت الجسم، فدي مش حاجه غريبه. طب هنا في سكندري سبرماتوسايت وسبرماتيد وسبرمز، ودول كان فيهم هابلويد نمبر. الهابلويد نمبر ده بالنسبه لجسمنا ده حاجه فورين، فلو ما كانش في بارير هنا كان الميون سيستم هيتعرف على الهابلويد سيلز دول اللي هم السكندري سبرماتوسايت والسبرماتيد والسبرم، ويبتدي يكون انتي بوديز ضدهم. فدلوقتي البلاد تيست بارير ده عمل بروتكشن للهابلويد سيلز من ان هي الميون سيستم يهاجمها، او حتى في بعض الاشخاص بيبقى عندهم انتي بوديز اجنست السبرمز واجنست السبرماتيد، هو هيمنحها برضو انها تعدي. يعني هو هيمنع من الاساس ان يحصل اميون ريسبونس،
وحتى وات ايفر لو في اميون ريسبونس وفي انتي بوديز هو هيمنع انها توصل للسبرم وبالتالي بيحمي السبرم. ده مش بس كده، ده هو بيقلاه حاجات معينه تعدي للسبرم زي مثلا نيوتريشنال فاكتورز زي هرمونز معينه احنا محتاجينها عشان السبرماتوجينيسيس، واي حاجه هارمفول مش هيخليها تعدي. تمام، فدي كلها وظائف التستيكولار او البلاد تستيكولار بارير اللي هو معمول بالتايت جونكشن بتوين مين سيرتولي تو سيرتولي سيل. طيب السيرتولي سيل برضو علشان نعرف الاي ام بتاعها هي ليها فانكشنز كتيره زي ما انا قلت لكم. هي لو انتم فاكرين بتفرز انتيجن بايندنج بروتين، وبالتالي هي فيها كل الحاجات بتاعت البروتين سيكريتوري سيل، فهتلاقوا فيها جولجي محترم، هتلاقوا فيها ار اي ار، هتلاقوا فيها ميتوكوندريا. طالما خليها ليها بروسيسز بالمنظر ده وليها شكل معين، فهي عندها ويل ديفلوبد سيتوسكيلتون، عندها مايكرو تيوبولز وعندها اكتين فيلمنتس، والاكتين فيلمنتس بتخش هنا في التايت جونكشن، وعندها كمان انترميديت فيلمنت. تمام، طيب فاكرين هي كانت بتعمل سكريشن منين؟ الحاجه اسمها مولاريان انهبيتوري فاكتور اللي هو كان بينهبت المولاريان دوكت في الميل. المولاريان دوكت ده اساسا كانت مسؤوله عن انها بتعمل مين؟ بتعمل فيميل، جزء من الفيميل جينيتال سيستم او الاكسكرنت دوكت بتاعت الفيميل. لا، هو هيمنعها انها تبقى ديفلوبد هنا في الايه؟ في الميل. في نفس الوقت كان بيفرز حاجه اسمها انهبين، وده بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ على البيتويتري، ويقلل الاف اس اتش والال اتش. تمام، فكل دي سكريتري فانكشن ليها، وده ياكد ان هي عندها الاورجانيلز بتاعت السكريتري سيلز. وما تنسوش طبعا انها كانت بتساعد في الماتيوريشن فيس بتاع السبرم، وبتاكل مين؟ بتاكل الريزيدوال بوديز وبتاكل السيتوبلازميك بريدجز، فاكيد عندها لايسوزوم. اوكي، فكده لو ربطنا الاستراكشر بالفانكشن مش هننسى ايه اللي موجود في السيرتولي سيل. ما تنسوش برضو انها عندها ريجولار سيل اندستانك سيل باوندريز، هي ماسكه بتايت مع سيرتولي الثانيه بتايت وجاب جانكشن، وطبعا بتبقى ماسكه مع البيزا اللامنه هنا بهيميديزمزوم عادي جدا زي اي خليه في الدنيا، وممكن فوكال ادهيشنز كمان، وبتبقى ماسكه مع السبيرم او السبيرم بيبقى ماسك معاها اثناء عمليه السبرموجينيسيس ب سبيشاليزد جانكشن، مش لازم اعرف هي عباره عن ايه. طبعا بعد ما السبرم بيتكون المفروض ان هو بيبقى ريليزد منها يعني بروسيس بنسميها سبرميشن. يبقى السبرميشن معناها الريليز بتاع مين؟ بتاع السبرم من سيرتوري سيل عشان يبتدي بقى يتحرك ويخرج من السمنيفرس تيبيولز. تمام، طبعا ده بيبقى يعني عمليه بتبقى بيحصل فيها زي انزيماتيك بروتيرسيس. يبقى ناخد بالنا ان في حاجه اسمها سبرميوجينيسيس وحاجه اسمها سبرميشن. سبرميوجينيسيس سبرماتيد هيتحور ويتحول سبرم، سبرميشن الريليز بتاع السبرم نفسه من السيرتولي اللي كان ماسك فيها. تمام يا شباب، طيب فاضل لنا حته صغيره في الفيديو ده اللي هي ايه. طبعا خلاص احنا قلنا البلاد تيست بارير ووظيفته ايه والكلام ده كله. في حاجه اسمها الانترستيشال تيشو اللي هو بيبقى فاكرين لما قلنا ان هو بيبقى موجود بتوين الخلايا بتاعه بتوين سوري السمنيفرس تيوبولز. كان بيبقى فيه سيلز مهمه جدا كان اسمها انترستيشال سيلز اوف ليديك، وقلنا ان دي سترويد سكريتنج سيلز وهي بتفرز لنا مين؟ التستوستيرون. على فكره هي بتفرز التستوستيرون بري نيتال وبوست نيتال، يعني حتى اثناء ما الميل كان فيتس كانت هي برضه هي اللي بتفرز التستوستيرون. طيب كانت هي بتفرز التستوستيرون. تمام، طيب هي طبعا بما انها بتفرز هرمونات فطبيعي انها تبقى موجوده في شكل جروبز بتوين السيمينوفرس تيبولز ومعاها فينستريتد بلاد كابيلاريز. امال هتفرز الهرمونز فين؟ قلت لكم هي ستريس سيكريتنج، فاكيد طبعا السيتوبلازم بتاعها بيبقى فيه نيومرس اس اي ار ونيومرس ميتوكوندريا وستيوبلر كريست لو انتم فاكرين، وفي كمان ايه؟ وفي دروبلتس اوف فات زي اي ستريس سيكريتنج سيل خدناها قبل كده. طيب خليه مليانه ميتوكوندريا واس اي ار، يبقى السيتوبلازم لازم بتاعها اسيدوفيل، وفيها ليبيد يبقى اكيد فاكيوليتد. فاكيوليتد يعني في حتت بيضاء اللي هي مكان الليبيد اللي هو ديزولف. اوكي، وخليه اكتف يبقى اكيد عندها فيزيكولار نيوكليس. تمام، دي طب في حاجه بقى مميزه ليها، هي صحيح ستريس سكريتنج وعندها اللي هي الفيتشرز او الاورجانيلز بتاعت الستريس سكريتنج، بس في عندها انكلوجن مهم قوي بيجي كتير في الام اس كيو اللي هي الكريستالز فرينكي. الكريستالز فرينكي دي حاجه كاركترستيك للانترستيشال سيلز اوف ليتش اوف ليديك، وقالوا ان هي بتبقى موجوده يعني افتر بيوبرتي، يعني هي بيفور البيوبرتي ما بتتشافش. هي بتبقى كريستالز بتبقى شكلها ريكتانجلر وايلونجيتد ومش معروف وظيفتها ايه. تمام،
زي ما اتفقنا الانترستيشال سيل اوف ليدنج بتفرز لنا مين؟ بتفرز لنا الاندروجين او اللي هو التستوستيرون اندر الايفكت اوف ال اتش، وعشان كده دايما بيسموا ال اتش انترستيشال سيل ستيمليتنج هرمون، علشان هو اللي بيستيمليت الانترستيشال سيل اوف ليدنج ان هي تفرز لنا مين؟ التستوستيرون. تمام، نكتفي بهذا القدر. و thank you very much.